كاينين شي وحدين مستافدين منه وكاين شي وحدين ما مستافدينش منه. بحال دابا اللي كنشوف شي فيديوهات كلي ماش في هذيك الحرقه قالوا 86 واحد اللي ماش. كلي غيشجع وكلي ما غير. بحال دابا انا غنقدر نمشي تما نقدر نحرق باغي انت على حساب العائله والوالدين تعاود فاش مشيت تصوفي راسك تما وتعاونهم تما تصوفيهم. كلا كيفكر في واحد الطريقه وكلي كيباغي يمشي يمشي يدور تما شويه صعيبه عليهم. ما نقدرش نشجعهم بحال هكاك ولكن الا كانوا غادي يمشيو يديروا شي استفاده ماشي غير يمشيو يبقاو يدوروا في الشارع. الا كانوا غادي يشوفوا بلاصه ما يديروش استفاده يقدروا يمشيو. اما ما كانوش راه من احسن يخليهم في بلاد اللهم في بلادهم ولا في اسعاو في بلادات الناس. يعني وانت في بلاصتهم تمشي؟ نقدر نمشي نقدر نتعذب ولكن في الاخر نلقى شي نتيجه. فكنقول لهم انهم ما يمشيوش يهاجروا لبلدان اخرين ويخليوا الامهات ديالهم والعائله ديالهم هكا يعني كيكون واحد الفراق صعيب. فكنصح الشباب باش يخدم بلاده ماشي يحرق او لا يدير شي تصرف اللي ماشي هو هذاك اللي يندم عليه في الاخر. شحال ديال الشباب هاجروا وشحال ديال الاطفال هاجروا وفي الاخر كان المآل ديالهم الموت كما كنقولوا دوك الزوارق او المراكب اللي كيمشيو بطبيعه الحال واللي كيهاجروا غير هكا ودون وجه حق. فكنتمنى من الله ان المسؤولين ياخذوا التفاته لهاد الاطفال ويعطوهم واحد شويه ديال الاهميه ويعطوهم بطبيعه الحال كما كنقولوا لهاد الشباب يعني يخدموا في بلادهم ما يمشيوش يقلبوا في بلايص اخرين فغتكون غير المتاهه وغتكون ضياع. وكان الوالد الله يرحمه دائما كيقول لي قطران بلادي ولا احسن البلدان. علاش؟ لان نخدم في بلادي نعطي لبلادي نعرف على انني نقاسي غنقاسي وغنخدم وغنخدم وغنوصل لواحد المرتبه وغنوصل لواحد ان شاء الله لواحد المنصب اللي هو عالي. فنخدم بلادي. انا في التعليم وخدمت دابا في التعليم الخصوصي تقريبا 11 سنه. فانا خدمت بطبيعه الحال جيل الاطفال اللي هما بطبيعه الحال واحد العالم اللي هو زوين بزاف. فكنعطيهم واحد الاهميه ودائما كنت كنصحهم انهم يقراو باش بطبيعه الحال يخدموا بلادهم يكونوا ان شاء الله في اعلى مناصب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شو مهم اليوم جاي نشكي واحد المشكل اللي ماشي دارني في قلبي هذه السنوات هو دارني في قلبي. الزميل ديالي الدري صاحبي ولد دربنا دوز معنا مده في الدرب ماشي كان هو حرق هاد الايامات اللي دازت الايامات ديال تركيا حرق وصل لالمان رجع للمغرب بقى الدري كاعي فهمتي بغى يرجع ما عندوش مسكين دارهم كاملين ما عندهمش عندهم مهم كبيره باهم ميت. تجمع الدري دابا هو وخوه ومرت خوه وجوج ولادهم باقي مينور وباقي ما عرفناش جوج اخرين واش ماتوا ولا لا. عائله على قدها المهم هادو اللي ذكرت كاملين ماتوا منهم الدري صاحبي. السيد كنريح معاه درت معاه دوكيمونطيره مؤخرا على الهجره السريه. السيد ماشي فاقد الامل كثر من فاقد الامل في هاد البلاد. عيا السيد كيدخل لدارهم كيشوف فمو كيخرج عندي كيبكي كيقول لي اش غندير الصاحبي كنتقطع في قلبي كيتقطع بنادم في قلبه الصاحبي من لا خدمه لا والو. اون بلوس بنادم مشى محن اكثر من محن في هاد البلاد. وبغيت نفهم انا هاد المسؤولين واش ما كيشوفوش هاد الناس اللي كتموت في البحر واش ما كيجيهم الناس. ما فهمتش انايا والله ما فهمتش ما نكذب عليك انا لحد الان راه باقي مصدوم راه يومين دابا باش شفتو الدري يومين ما قالش لي كاع انا اش غيدير ما قال لي والو. الدري صافي ماشي فقد الامل كثر من فقد الامل. هو دوكيمونطير دابا كنشوف فيه في الاخر كيقول لي غنعاود نمشي في داك الدوكيمونطير والو كيقول لي غنمشي ونوصل تما ان شاء الله وندافع صلاتي وندافع خدمتي الا خدمت تما. بنادم ماشي فقد الامل. انا باغي نعرف علاش واش عائله دابا عائله غادي بدراري صغار دري عنده 13 عام ميت ما شاف في هاد الحياه علاش غتنوض هاد العائله كامله تخرج. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.